يبدو أن الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية بات قاب قوسين أو أدنى، خاصة بعدما وافق حزب القوات اللبنانية على المشاركة في الحكومة رغم تعرضه للظلم بحسب وصف رئيسه سمير جعجع. ويحاول رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري منذ مايو أيار الماضي تشكيل حكومة وحل عقدها الأساسية. ساعات قليلة باتت تفصل لبنان عن ولادة حكومة العهد العتيدة، حكومة الوحدة الوطنية التي استغرقت مفاوضات تشكيلها نحو 5 أشهر، وبات الجميع ينتظر اجتماع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشيل عون لإعلان تشكيل الحكومة، سيما بعد حل أبرز العقد بموافقة حزب القوات اللبنانية على المشاركة في الحكومة رغم تعرضه حسب رأي رئيسه سمير جعجع وعدم نيله حصة وازنة كما كان يمني النفس بعد مضاعفة عدد أعضاء كتلته النيابية. بخلينا ناخذ قرارنا انه داخل الحكومة ممكن يكون أفيد، لا بل رح نكون أفيد بكتير. عندنا تجربة الحكومة السابقة يلي وزرائنا عملوا تجربة مشجعة جدا، وبالتالي من بعد كل الحسابات، من بعد كل المناقشات على كافة المستويات، وبالأخص من بعد المناقشة اللي صارت اليوم لتكتل الجمهورية القوية، أخذنا قرار بالدخول للحكومة. تشكيل الحكومة قبل يوم من الذكرى السنوية الثانية لانتخاب ميشيل عون رئيسا للجمهورية يعتبر انتصارا للعهد وتياره الذي سيتمثل بأحد عشر وزيرا في الحكومة، فيما يرى رئيس الحكومة سعد الحريري في تشكيلها خطوة أولى أساسية على الطريق الطويل لإصلاح الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون والركود، مما سيسمح للسلطات ببدء الإصلاحات المتأخرة والحصول على المليارات من الجهات المانحة. قد يكون لبنان إذن على موعد مع تجاوز أزمة تأليف الحكومة، إلا أن الترقب في المرحلة المقبلة يكمن في أزمات ستستجد مستقبلا، وأهمها مدى فعالية هذه الحكومة في ظل الخلاف الواضح بين مكوناتها حتى قبل تشكيلها. ميثم قصير، التلفزيون العربي، بيروت. معنا من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ أمين، هل تحل العقدة المسيحية عقدة تشكيل الحكومة ككل؟ يبدو أن كان الكل ينتظر حل العقدة المسيحية وتحديدا حل عقدة القوات اللبنانية لتسهيل انطلاق الحكومة في اليومين المقبلين، لكن في اللحظة الأخيرة برزت عقدة لم تكن ظاهرة بهذا الشكل القوي، وهي عقدة تمثيل المعارضة السنية في الحكومة، إذ أصر حزب الله في اللحظات الأخيرة على رفض تسمية وزرائه في الحكومة إذا لم يكن هناك وزير من المعارضة السنية في الحكومة، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة قد تكون إذا لم يحسن حلها في أسرع وقت ممكن، وقد تؤدي يعني حسب ما سمعنا اليوم من الرئيس سعد الحريري في أحد يعني السيناريوهات الأربعة المطروحة، أحد هذه السيناريوهات إذا أصر على إدخال المعارضة السنية على حساب تيار المستقبل، قال الرئيس سعد الحريري أنه سيتخلى عن إلى هذا الحد. الحريري يهدد بالتخلي عن الموضوع كليا. سيد أمين، هذا خطير الكلام. طبعا طبعا وصل الأمر إلى هذا الحد. طيب. طبعا هناك هذا خيار من الخيارات المطروحة وهو أصعب الخيارات، هناك 4 خيارات. الخيار الأول هي أن تأخذ وقت قليل لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة لأجل حلحلة هذه العقدة بالواسطة، يعني بمعنى أن يكون هناك حل على ليس على حساب الرئيس سعد الحريري، بمعنى مبادلة المقاعد بحيث أن يكون للمعارضة السنية مقعد من حساب رئيس الجمهورية بدل شخصية سنية أخرى يريدها رئيس الجمهورية، أما أن يقدم رئيس الوزراء هذه تشكيلته من دون معارضة سنية، وبالتالي من يقبل يقبل ومن يرفض يرفض، وأما الخيار الثالث يعني هو الاعتذار إذا صار هناك إصرار على هذا الموضوع، فبالتالي هذه مشكلة. لماذا سيد أمين؟ لماذا يصر حزب الله على تفجير الأمور بهذه الصورة؟ لماذا يريد الإمعان في إذلال سعد الحريري؟ يعني أعتقد أنها الفرصة المناسبة له، يعتقد أن كل الظروف متاحة اليوم ليحصل أكبر عدد ممكن من الوزارات، لكن في المعنى الآخر في المقلب الآخر إذا دققنا في الموضوع نجد أنه له مصلحة أكثر من أي طرف آخر بأن يكون هناك حكومة نظرا للضغوط الكبيرة التي يتعرض إليها لبنان وتحديدا حزب الله من الأمريكيين، يعني هناك عقوبات بدأت موجودون حلفاء. سيد أمين قموري، يعني لديه حلفاء حزب الله
الله، التيار الوطني الحر عنده 11 مقعدا، هناك جماعة أمل، فلماذا الإصرار على توزير سني معارض لسعد الحريري في حكومة سعد الحريري؟ طبعا إذا أصر على هذا الموضوع معنى أنه يريد إضعاف الرئيس سعد الحريري إلى حد الأقصى، هذا قد يظهر في الموضوع. ربما أيضا يكون يناور من أجل الحصول على ليظهر في اللحظة الأخيرة وكأنه هو المسهل، لكن على ما يبدو أنه لا يزال متمسك حتى هذه اللحظة بتسمية وزير من سنة المعارضة وتحديدا من السنة القريبين له سياسيا. فأعتقد أن هذه المشكلة ربما قد تؤخر إذا طرح بعض الأسماء إعلان الحكومة يوم أو يومين إذا دخل الأفرقاء الآخرين على الخط للمطالعة وتحديدا من جهة الرئيس نبيه بري. الرئيس نبيه بري، صحح لي لو سمحت، هناك طرحت بعض الأسماء من السنة غير المستفزين لسعد الحريري كما قيل، هل من توضيح ما المقصود بذلك؟ هو ليس لديه مشكلة مع الأسماء المطروحة، هو يقول أن أي اسم أهلا وسهلا به، لكن بشرط أن لا يكون من الحصة حصة تيار المستقبل. هو يقول أن حصة تيار المستقبل هي 6 وزراء، 5 منهم للسنة وواحد مسيحي بعدما بادل مع رئيس الجمهورية بمقعد مسيحي، فبالتالي 5 وزراء سنة لسعد الحريري ووزير مسيحي لسعد الحريري 6. هو يقول أنا ليس لدي مشكلة بأن يكون هناك وزير سني من حصة حزب الله إذا كانوا يريدون ذلك، لكن ليس من حصتي، فبالتالي هذا الوزير السني السادس الموجود لدى حصة رئيس الجمهورية يمكن أن يكون عليه مبادلة، بمعنى أن يسمي رئيس الجمهورية أحد هؤلاء السنة المعارضين وبالتالي تحل المشكلة. هذا أحد الخيارات المطروحة، لكن على ما يبدو حتى هذه اللحظة رئيس الجمهورية يتمسك بموقفه وحزب الله يتمسك بموقفه وسعد الحريري يتمسك بموقفه. الآن بعد 5 أشهر على إجراء الانتخاب، هل يتحمل لبنان مزيدا من الفراغ في سدة رئاسة الوزراء؟ رأينا الشخصي الحكومات في لبنان لا تقدم ولا تؤخر، هناك حكومة تصريف الأعمال، لكن بالمعنى آخر أن وجود حكومة اليوم معلنة بالشكل الرسمي ربما نفسيا يساعد على حل المشاكل الكبرى كبيرة جدا، وأي حكومة جديدة هي نسخة طبق الأصل عن الحكومة الموجودة، لم يتغير الكثير أبدا، الأفرقاء السياسيين لازالوا هم الأسماء لا تزال تقريبا هي، وبالتالي ماذا يستطيعون أن يصنعوا من معجزات حتى يمكن حل الأوضاع المتراكمة على كل المستويات اقتصاديا وسياسيا، إضافة إلى التباينات التي تكبر يوما بعد يوم بين الأفرقاء السياسيين، فبالتالي إعلام مثل هذه الحكومة هو أكثر يعطي هيك كما نقول صدمة نفسية إيجابية ربما قليلا، لكن أيضا يحتاج لبنان لمثل هذه الحكومة من أجل المفاوضات الجارية مع الغرب فيما يتعلق بمؤتمر سادر وتقديم مساعدات لملحة للبنان بعدما بات الوضع الاقتصادي على حافة الهاوية. شكرا جزيلا أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي في بيروت.